بسم الله الرحمن الرحيم دادوينا رهر قيسا أما قبر كبروزجاه هل كان صبح نافيي أنا أخبري أن ما بيحي بعد حسبي قوطاني لها صدق في عام صبحي أدي أدبا نقوم هذا غينا أدي أدبا ومهتنتي وقت قوم قامنا وقي وحاج علينا اللي بك البدودنا نمان ما أنت مسؤولية قرنك هيا لكن أتبودون إلى أن يهدين حكا هيا سيدي هاي صومالي لا لك رقائبية ومدى الرئيس صومالي لا هو يكب بدبتين وبابا أنا صومالي لا هو أميد وحمر لينا أنا مجرو أنا أرى حمر عاي مينو شبوتي لا عاي مينو يتوبي أنا عاي مينو أفعي تباي دقوي دقوي هلا حسنك ودني كمي هلا وحر الله يا أبنا هاي وحي مريا الهيرك قاري كلية حكومة ديسو إلي وحك الشيغانو ينادان تدك معاسة دقل لو سينيا تدك باهان وحو الحزب قوضاني ودوي كيس بتاقو واي سيرو دا او بابور توجي جبو واي او مرشحين تبدح وينا او ويرن واي سيرو دا ايه مريا انا وحر بحينينا وانو سيجوب داو بحينينا وحيانو مطايا دا كنانو حزب قوضاني وحو ديارو يهي انو صدقات شوكتا iya sababal joogta dibad iyo gudaba sameeyo inta uu dibadda ka soo ururiyana uu dadkiisa siiyo inta dadkiisa ka ururiyana uu dadkiisa ku celiyo waxaan ognahay ummadda reer Soomaaliland ogtahay in ummadda reer Soomaaliland loogu baaqay tijaarteeda iyo waxgaradkeedu inay bixiyaan dhaqaale malaayiin lacaga madaxtooyada lagu bixiyey maanta lacagtii waxaa lagu iibsanayaa kaararkii ummaddu ay xaq u lahayd inay ku codayso oo xisbiga kul oo xisbiga kulmiye ku iibsanaya oo la hayaa oo la hubaa oo aan dacaayadahay xaggee bay geeyeen lacagtii ummadda loogu talagalay masaakiinta ee barakacday xaggay geeyeen ummadda ha u sheegaan dibad iyo gudabo ay ka soo ururiyeen ha caddeeyaan halkay geeyeen iyo lacagtaas siday yidhaahdeen marka laga tago hantidii ummadda iyo taariikhii يا دكتي يا وحي ومطر هاي دكتي مريم انا واحد زي هاي هو قابية خصوصا نبت جليو خصوصا سياسي لبيه تمسى بدوت عارف كل اسمه معامل ايه سوى نكا صدح هذا قرن كان مال ولا عالم في هاي بس هو مري هل كي مات الصومال لا يتوب توب هروها سفينتي صومال يدي هروها waxaan u aragnaa maanta inaanu jirin nin lamid a cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ragga tagtamaya oo siyaasadda maanta meelle ka soo gaari karaa ummadda reer soomaaliland waxaan leenahay walaalayaal markay dalka ololinayeen kulmiye iyo guurtida iyo maxkamaduba ay diideen inay wax ka qabtaan golaha wakiilada waxaa ugu dambaysay ciddin kalahayd ee dabkaa dabisay wuxuu ahaa عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ومرشح مدحوينا ما تهو ترتمايا انت ما تترتمي سابا دلك هو يتوبين معاي وحقاق ما هو يتاي بغلان كلا او صومري هل كنت دلك كنت اقيد تاسا ودبيسي ايضا بغلان كلا او اي نابتر كلا ودلك رسوق ابطي وحر دلالة هاي صوم الدورة نحس بقى وطني صوم الدورة نحس بقى وطني ومن دمدي صومالي لان واعتراف راديي صومالي لان وهرمركي صومالي لان انو عضينو وحكو صودو وين يا قدوميا كميلقان كا عبد القادر جدي صودو